مرحبا. حمل مزارعي القمح وزارة الاقتصاد كامل المسؤولية عن حرمانهم من أرباحهم بأسعار القمح جراء التأخير بإصدار آليات الاستلام والتسعير وما نفعت صرخاتهم يلي أطلقوها قبل ما تحصل الكارثة، خصوصاً أنه هالنمط يلي عم يعتمدوا المسؤولين بالتعاطي أصبح مدمر لهالزراعة الاستراتيجية يلي بتتصنف بخانة الأمن الغذائي، وهالمشكلة بتنضاف للمشاكل كتير يلي حلت بموسم القمح من التغيير المناخي وشح الأمطار وارتفاع سعر ري الأراضي جراء الري الاصطناعي. وبالعودة لطقسنا، طقس صيفي ورطب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض، المتوسط الحرارة مرتفعة، أما الرطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة، أما البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة مياهه 28 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة ببعض الأوقات مع انخفاض بدرجة الحرارة خاصة فوق الجبال فوق المناطق الجبلية. وهلا بنبقى بجولة على درجة الحرارة يلي رح تسجل الليلة على الساحل، إذا عم بتسجل على الساحل 21، بلبقى 15، على المرتفعات 18، وبالأرز 13. أما كيف رح تكون درجة الحرارة يلي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديدا من الأبيات 25، طرابلس 30، جبال 30 درجة، ومن بعد الروش 32، وصيدا 32، سور 31 درجة، نبطية 29، برمينة 29، زحلة 34، بعلبك 37، الأرز 23، والهرمل 36 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بال 75 وال 85%، حرارة سطح المي 28 درجة، وسرعة الرياح بال 10 وال 25 كيلومتر بالساعة، ورياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين نشوفه سوا. إذا اليوم بتتراوح بين 20 و 32، والتنين بين 20 و 30 درجة، والتلاتة بتتراوح بين 20 وال 31 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجة الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا عمان 34، القدس 31، وتونس 31 درجة، الخرطوم 36، ولندن 23 درجة. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلأ بترككم تابعوا آخر أخبارنا.